أهلا بيكم، معاكم محمد أحمد ودي قناة فكراس، ونبدأ مع بعض بنبذة عن المشروع بتاعنا والمرحلة اللي وصلنا ليها. أول حاجة دي الشاشة الرئيسية بتاعتنا اللي بنقدر ندخل منها على كل الأقسام اللي موجودة عندنا، زي عرض الوقت والتاريخ مثلا، بضغطة في النص بتقدر تعمل باك أو رجوع، أو تعرض الحرارة والرطوبة زي ما واضح أمامكم، أو تدخل على الثمان مفاتيح اللي موجودين معك وتتحكم فيهم زي ما تحب، كي 1 و 2 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8. وكمان عملنا IR Detect Sensor زي ما واضح أمامكم، بتمرير إيدك أمام المشروع بتاعنا أو أمام الشاشة بيبدأ إنه يشغل المفاتيح اللي بتقدر تحددها من المفاتيح رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 زي ما واضح أمامكم كده، شغلنا 2 وبنمرر إيدينا بيشغل الكل وبيفصل الكل. لو دخلنا على السيت أب نقدر نختار من هنا المفاتيح اللي هنحددها، طبعا احنا مخصصين 3 مفاتيح بس، تقدر تختار ما بينهم المفتاح اللي نحدده، نخليه رقم 2 ونرجع تاني وبعدين ندخل على المفاتيح ونجرب هيشغل معنا رقم 2 بس. يعني في وضع التشغيل السريع لو انت داخل الغرفة بتمرير ايدك امام الشاشة هيشغل النور اللي هتحدده، وهنا تقدر تحدد الانارة اللي احنا عاملينها كشكل جمالي او كاطار كده يكون هالة حوالين شكل المفتاح اللي هيكون في شكل وش كهرباء، فيقدر يعمل لنا هالة حوالين نقدر نحدد لونها ما بين الثمان ألوان اللي موجودين دول. وكمان في IR Detect Sensor تقدر من خلاله إنك تشغله وتفصله بدون ما تدخل على الإعدادات بتاعتنا أو تفتح الشاشة خالص.